السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفنا مواقع كثيرة بتحول التكست أو البرومت لصورة، وفي بعض الحاجات اللي بتخليك تتحكم أكتر في الصورة ديت، زي حاجة اسمها لورا. يعني لما تيجي هنا تختار موديل، فبتلاقي الموديل بتختار شكل معين. يعني انت مش هتلاقي حاجة مثلا بالشكل ده يبقى هياخدها كوبي بيست يروح حاططها، لا، هو بياخد بس ايه طريقة الرسم وطريقة التفكير أو طريقة أو الشكل نفسه. مثلا دي معموله بالوان كذا و الحاجات دي كلها. يعني ما تفتكرش ان هو عشان لابس قناع هيبقى لابس قناع، او ماسك كتاب هيبقى ماسك كتاب، لا، هيديك نفس شكل الالوان او طريقه الرسم. طيب بالناحيه اسمها لورا. لورا دي اللي هي عباره عن ايه، ده نوع من انواع التدريب الصور بالذكاء الاصطناعي، اختصار لو رانك اديبشن. هو ده بتقدر ميزته ان هو بيشتغل على كروت شاشه متوسطه، يعني مش عايز امكانيات عاليه جدا، وبتشتغل على التفاصيل الصغيرة عكس الموديل بيشتغل على الصورة كلها. لا، هو ممكن ندربه على حاجة معينة يعمل جزء معين، بتدربه على ان هو يضيف تفصيلة معينة. ممكن الغالب بتدربه على ان هو في عيب معين في الصور هو بيعالجها. يعني لما تختاره بيبدأ ان هو يشوف في مشكلة معينة، مثلا صورة مش واضحة، في حاجة فيها مشكلة، يبدأ ان هو يصلحها. فلما بقول له موديل بيبدأ يجيب لي موديل كتيرة. لما تدخل في لورا هنا، خلينا نلغي ديت مثلا ونقول له عايزين نضيف لورا، ولو اخترت مثلا 3D هتلاقي حاجة معينة بيضيفها لك، او مثلا بيتحكمك في الإنارة، في الشمس، في لو في أجهزة ناقصة. هنشوف أمثلة كتيرة مع بعض للقصة دي. الكنترول نت بتديله زي مثلا حركة معينة، مثلا بيجيب له شخص مثلا فارد ايديه بشكل معين فياخد نفس الحركة. طيب تعالى نشوف الفكرة من لورا دوت. ماشي، الموديل بيديك شكل معين، انت بقى بتقول له بلورا اديله ميزه معينه او اديله لير معين او في تفصيله معينه او غير لي في التفصيله اللي لو رانك اديبيشن اهيت. تمام، ممكن اهو ده من غير لورا، احنا باللورا ادينا له الشكل ده وغيرنا الشكل ده للشكل دوت. تمام، وهو بيقول لك الموديل اللي احنا استخدمناه دي، الموديل ده بيشتغل على الصورة كلها، التفصيلة كلها، حاجة أكبر. اللورا ده بيبقى جزء مثلا معين بيخش يعدل حاجة معينة. تمام، خلينا نفتحها برضو عشان نشوفها. طبعا الحاجات دي أغلبها أوبن سورس، فسهل جدا إن أنت تاخدها وتحطها في الموقع بتاعك. ده من غير اللورا بالشكل دوت. لما بتسمع له اللورا، اللورا دي ممكن تقول مثلا ضيف لي جليد أو أضيف لأي حاجة. ده البرومت المستخدم. ممكن لورا مثلا تخليه يلبس ملابس معينة، ملابس فرعونية، ملابس هندية، يابانية، زي ما انت عايز. تمام، هو اوبن سورس، فانت ممكن اصلا تجربه على الجيت هاب او هاجينج فيس. هو موجود او ممكن تعمله من خلال الموقع دوت، كنا اتكلمنا عنه قبل كده وشرحناه. ده الموقع ده تقدر تعمل من خلاله موديل، او تقدر تعمل من خلاله لورا، بتدرب على صور معينه. يعني في ستايل معين عندك مثلا حاجه مثلا بخط اليد، وتقول له اي صوره تجيلك او اي برومت تجيلك ضيف له الحاجات الخاصه بان هو يبان كانه مرسوم بخط اليد. تمام، الموديل ده لو عملته عندك الجهاز هيبقى 2 جيجا. تمام، انما لو بتتكلم على اللورا هتلاقي في حدود 144، فهو حجمه بيبقى صغير وبيضاف على الموديل. يعني ما ينفعش تشتغل باللورا بس، لا، بيبقى اضافه على الموديل. هنا ده لورا هو ده في المشروع بتاعه الاول، اول ما بدا، فبيديك بقى معلومات كامله عنه، وازاي لو انت عايز ان انت تسطبه عندك على الجهاز تقدر انت تسطبه. دول اهم ناس كانوا شغالين فيه، الفريق العمل الاساسي اللي كان شغال فيه. تمام، دي امثله لحاجات معموله بلورا. تمام، خلينا نختار مثلا اركتكتشر او لاندسكيب. تمام، ممكن تاخد كده وتبدأ تشوف ايه البرومت اللي استخدم عشان يتعمل. تمام، الموقع ده اسمه برومت هيرو، ده بيفيدك، بتعرف الناس اللي عامل صور حلوة وعجباك ايه الكلمات اللي استخدموها عشان يعملوا الصور بالشكل دوت، وهكذا. ده هو ده ورقة بحثية لو حد عايز انه يعمل بحث في الموضوع، لورانك اديبيشن اوف لار
لارج لانجويج موديل. لارج لانجويج موديل اللي هي ال ال ام اللي منها مثلا حاجات زي شات جي بي تي، وبرضو البارد واللاما، تمام. وتقدر ان انت تفتح اي واحد فيهم وتبدا تشوفه الفكره بتاعته. هسيب لك كل الحاجات دي تحت في وصف الفيديو، بحيث ان اللي عايز يستفاد ويجرب الحاجات دي. في حاجات تكست تو ايمج، في حاجات تريننج، وهكذا. الاول كانت الحاجات دي محدش بيقدر يعملها غير لو هو مبرمج بس. دلوقتي لا بقى، اي حد ممكن يشتغل بيها. او بيجيب لك صور نفس الصوره هي، بس لما حط الورا اديها نظره اخرى، او عالج حاجه فيها، او جابها بشكل اخر، فجابت لنا الاشكال اللي موجوده دلوقتي.